السلام عليكم محبي القناه اناقتي، كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال ورمضان مبارك كريم. كنتمنى الله سبحانه وتعالى الله يدخلوا علينا كاملين بالخير يا ربي. فهذا فيديو جديد كما كتشوفوه معايا، فيه تشكيلات رائعه، فكنتمنى يعجبكم الفيديو. فإلا عجبكم الفيديو ما تخلوش عليا بالضغط على زر اعجاب، فهكا كتزيدوا تحفزوني وكتزيدوا نزيد نجيب تشكيلات رائعه ديال الجلابه المغربيه وديال القفطان المغربي. فهنا كما كتشوفوا معايا واحد التشكيله اللي هي غزاله ما شاء الله، كما كتشوفوها معايا هنايا واحد اللون اللي هو غزال، وهذا موديل اخر كذلك بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا جلابه دو بياس. فهذا الموديل هذا غزال ما شاء الله، هنا كما كتشوفوه معايا واحد الخدمه اللي هي غزاله، وهذا كذلك هو جلابه دو بياس واحد الخدمه اللي هي غزاله ما شاء الله. شوفوا معايا الخدمه ديالها كيف دايره غزاله. وهذا موديل اخر كذلك بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا اللون الاحمر، معايا هاد الخدمه هذه اللي هي غزاله، هي دارجه في هاد السنه هذه. شوفوا الخدمه كيفاش دايره، شوفوا العقيدات من الفوق حتى الاسفل، شوفوا خدمه المعلم هنا حاضره معنا في هاد الجلابه هذه. هنا لاكوب مخزنيه ودوب كريب، شوفوا الخدمه هنا فوق الكتيفات هي رائعه. وهذا موديل اخر كذلك حتى هو غزال ما شاء الله، شوفوا معايا هنا خدمه المعلم اللي هي غزاله، واحد الخدمه اللي هي مختلفه وزوينه ما شاء الله. فشوفوا معايا الخدمه كيفاش دايره، شوفوا معايا الخدمه في خدمه المعلم وفيها التنبات. وهذا موديل اخر كذلك كما كتشوفوه معايا، هو مختلف الموديلات الاخرين، شوفوا معايا واحد الخدمه يا غزاله ما شاء الله. فهاد الفيديو هنايا كنحاول نجيب لكم اخر ما كاين في الموديلات الجلابه المغربيه، فهنا كتعرفوا على شنو اللي دارج في السنه، شنو هي الموضه اللي كاينه، شنو هي الخياطه اللي اخر خياطه كاينه. شوفوا معايا هاد الخدمه هذه حتى هي غزاله ما شاء الله، شوفوا معايا واحد اللويان والخدمه كيفاش دايره غزاله ما شاء الله. وهذا موديل اخر بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا الطرس، شوفوا معايا واحد الخدمه اللي هي غزاله، واحد اللويان حتى هو ما شاء الله. شوفوا معايا هنا اللوينات دايرين اللون في اللون، الديكرادي ديال الخضر، وشوفوا الخدمه ديالها حتى هي كيفاش مخدومه صفيفه. هذه جلابه دو بياس كما كتشوفوها معايا، وهذا موديل اخر كذلك بالنسبه للجلابه دو بياس. شوفوا معايا هنا الخدمه المعلم حاضره معنا في هذا الفيديو، هنا جلابه كتقربكم اكثر فهنا الفيديو عفوا كيقربكم اكثر للجلابه كيفاش ملبوسه وكذلك كيفاش مخدومه. شوفوا طريقه الخدمه ديالها زينة ما شاء الله. فانا كنتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم، فإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر اعجاب، فهنا كتشجعوني وبلي لايكات ديالكم كتشجعوني وكتحفزوني اكثر. وخليو لي لي كومونتير شنو اللي عجبكم في هذا الفيديو. هنا خدمة اخرى كما كتشوفوها معايا، موديل اخر خدمة اخرى ديال الراندا مع التنبات، كي جاية غزالة ما شاء الله. شوفوا معايا في الكميمات هي ما شاء الله غزالة، هي سامبل غزالة. هنا السيدات اللي كيعشقوا اللون الاسود، فهنا كذلك رائعة ما شاء الله. شوفوا معايا واحد الخدمة اللي هي زوينة، هذا موديل اخر كما كتشوفوه معايا حتى هو غزال، حتى هذا النوع هذا ديال هذا الطرز هذا هو اللي دارج هذه السنه. شوفوا معايا واحد الخدمه اللي هي زوينه، واحد لاكوب اللي هي زوينه ما شاء الله.
هنا بالنسبة للسيدات اللي كيعجبوهم جلابات وبياس. انا كذلك ما شاء الله واحد الجلابه اللي زوينه مخدومه اللون في اللون، مخدومه بالديكراتي ديال اللون. وهذا موديل اخر كما كتشوفوا معايا ديال الطرز، شوفوا معايا واحد اللوينه للناس اللي هو غزال ما شاء الله. كملوا معايا لا فيديو، مازال تشكيلات اللي هي غزال وما شاء الله فنه كتحمق. وهنا جلبة كذلك دو بياس، شوفوا اللوينات البنات، واحد جلبة اللي هي سامبل ولكن غزالة ما شاء الله. شوفوا اللوينات مع بعضياتهم رائعة، واحد الميلونج ديال الألوان اللي هو غزال ما شاء الله. وهنا موديل آخر كذلك بالنسبة للسيدات اللي كيعشقوا هذا اللون هذا، واحد طريز اللي هو خفيف، واحد لاكوب اللي هي مخزنية وعصرية. هذا كيبقى فقط الاختلاف في اللون، انا نفس الموديل كيبقى انا فقط الاختلاف في اللون. فانا الفيديو كيقربكم اكثر للجلابه، كيقربكم اكثر للجلابه وطريزيس وطريزه كيفاش مخدومه كذلك. انا شوفوا معايا هاد الجلابه حتى هي كيفاش مخدومه، فيها خدمه المعلم. وهنا هي توب كريب دو سوا ولا كوب مخزنية، شوفوها هي غزالة ما شاء الله كذلك. وهنا جليلي بلي هي تاهي خفيفة خفيفة وزوينة، شوفوا معايا واحد الخدمة اللي هي خفيفة ولكن زوينة ما شاء الله كتحمق، الخدمة ديالها زوينة. كاينين السيدات اللي كيعشقوا بحال هاد الخدمة هادي. وهذا موديل اخر بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا الطرز، شوفوا معايا واحد الخدمه اللي هي جديده وزوينه ما شاء الله، واحد لاكوب عصريه زوينه. هذه خدمه اخرى كما كتشوفوها معايا، حتى هي كذلك مختلفه على الاولانيه، انا فقط كيبقى الاختلاف في اللون نفس الموديل. هنا عندنا الحقيبات نص طوق. وهذا موديل اخر كذلك في الطرز، شوفوا واحد الخدمه كي دايره مع الراندا هي زوينه ما شاء الله. عندنا الطرز هنا في الكمام عند الصدر، وعندنا الراندا مخدومه بها جلابه تقريبا كامله، والطريسات ديال الجلابه في الكمام وفي في القبيب. وهذا موديل اخر تا هو اللي جا غزال ما شاء الله، شوفوا اللوينات مع اللون الابيض كيف جا رائع، مازال عندنا تشكيلات لي رائعه وغزال ما شاء الله. فكنتمنى يعجبكم الفيديو. وهذا موديل اخر للسيدات اللي كيعشقوا جلابات دو بياس، فهذه كذلك رائعة ما شاء الله، شوفوها معايا هي غزالة كذلك كتحمق. شوفوا معايا واحد الخياطات طريزات عندنا في اليدين، هنا في القميص ديالها حتى هو كذلك رائع، الخدمة ديالها ديال الراندا حتى هي غزالة ما شاء الله. شوفوا معايا هنا فالفيديو هنا كيقربكم اكثر للجلابة. ومعنا موديل اخر ديال التنبات كما كتشوفوا معايا هنا، فهاد الجلبه هادي مخدومه كامله بالتنبات، شوفوا معايا واحد الرشمه اللي هي زوينه هي غزاله ما شاء الله. حنا باقي معنا لاكوب مخزنيه مازال حاضره معنا في هذا العام. وهذا موديل اخر كذلك بالنسبه للتنبات كيجا
غزال ما شاء الله. شوفوا اللوينات، شوفوا اللون باش مخدوم، اللوينات باش مخدومة هي رائعة صراحة. وهذا موديل اخر كما كتشوفوه معايا في التنبات، كيجا غزال ما شاء الله. شوفوا معايا اللوينات، شوفوا معايا واحد لاكوب فيها توب كريم، شوفوا معايا واحد الرشمه تاع هي زوينه. بالمناسبه راه في هذا الفيديو هذا فيه الرشمات والتطبيق ديالهم في اخر الفيديو. وهذا موديل اخر كما كتشوفوه معايا تا هو غزال ما شاء الله. شوفوا معايا واحد الخديمه هذه ديال التنبات تا هي غزاله ما شاء الله. شوفوا معايا واحد الخديمه هي فنه، وحنا مازال مع التنبات. شوفوا معايا واحد الخديمه اخرى سواء في وحده كتنسيك في الاخرى صراحه كلهم زوينين. شوفوا معايا الخديمه هذه اللي جايه زوينه ما شاء الله، اللون الازرق الملكي جايه ما شاء الله كتحمق. وهذه كذلك شوفوا معايا هذه الخديمه هذه حتى هي غزاله. فكنتمنى يعجبكم الفيديو، فإلى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر اعجاب والاشتراك في القناه.